بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شروط الدخول إلى جنيف السويسرية. كما تعلمون جميعا أنه هناك بالإمكان الدخول إلى جنيف السويسرية ومصر الفيديو. أما بالنسبة إلى جنيف السويسرية أو مدينة جنيف السويسرية، والشروط التي يجب أن تتوفر فيك للدخول إلى الأراضي السويسرية إلى جنيف. بداية، جنيف، أين ما هذه المدينة؟ أين تقع إلى غير ذلك؟ فإن مدينة جنيف تقع مدينة جنيف في جنوب غرب سويسرا، في جنوب غرب سويسرا، وهي عاصمة كانتون طبعا. فمن الشروط التي طبعا الشروط التي وضعتها السلطات السويسرية، حيث قامت السلطات السويسرية بإنشاء بيان، وهذا البيان أشارت في البيان إلى أن المسافرين عليهم ملء استمارة إلكترونية قبل إقلاع الطائرة إلى سويسرا أو إلى جنيف، والتي يتم سحبها من موقع، هذا الموقع الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو. طبعا هناك استمارة، وتسحب الاستمارة من هذا الموقع. الموقع سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو. وكما اشترطت كما اشترطت أن يملأ المسافر الاستمارة في أجل أقصاه 48 ساعة كحد أقصى من قبل الدخول إلى الأراضي السويسرية. وبخصوص المسافرين الملقحين البالغين فوق سن 16 سنة، فيجب عليهم إحضار تحليل البي سي آر دي كورونا أو وباء كورونا، يكون هذا يكون سلبي ويكون في 72 ساعة قبل الانطلاق أو قبل انطلاق الطائرة، أو تحليل سريع طبعا في 24 ساعة قبل الانطلاق. في حين قالت السلطات المعنية في سويسرا أن اللقاحات المسموحة هي هناك مجموعة من اللقاحات مسموحة أو تسمح بها سويسرا، وهي فايزر فايزر، موديرنا، استرازينكا، جونسون، وسينوفاك، وكوفاكسين، ونوفافاكس. بعد الوصول إلى البلد سيتم إجراء ثاني تحليل بي سي آر. عندما تصل إلى الأراضي السويسرية وإلى جنيف، فسوف يتم إجراء لك هذا التحليل أو تحليل البي سي آر، وذلك في اليوم الرابع أو السابع، في اليوم الرابع أو السابع من دخول أراضي سويسرا. هذا بعض مما ورد في هذا الموضوع الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو، بالإضافة إلى موضوع الاستمارة الإلكترونية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.